اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم موريا مصطفى. النهارده هنعمل مع بعض الجيلي، طريقه سهله وبسيطه ومتماسك معانا، وكمان بجد تحفه. طبعا مفيش حد فينا ما بيحبش الجيلي، ان كان كبار او اطفال. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. هيكون معايا ريتل الا ربع كوب ماء مغلي، ده نص الكوبايه بتاعتي، دي نص ريتل، هاخد واحدة ونصها، يبقى كده ايه رتل الا ربع. هيكون معايا كمان 3 بواقي من الجيلي، اي نوع عندك، كرز او فراولة او تفاح اللي موجود عندك. هنا هضيفه في المية بتاعتي، هقلبهم كويس اوي لحد ما يدوب معايا، والمية لازم تكون مغلية علشان الحبيبات بتاعتي تدوب بسرعة متتراكمش تحت في المية. الشكل ده كده لحد ما داب معايا خالص وكله 100%. بعد كده انا نقلته بقى في بولة كبيرة، عشان البولة الاولانية كانت صغيرة عليها. هياخد كمان رتل الا ربع من المية الباردة المتلجة، يبقى انا كده معايا رتل ونص على 3 بواقي من الجيلي. هقلبهم كويس اول 2 مع بعض، هيبقى يكون دافي بقى معايا، هقلبه كويس اوي. وبعد كده هحطه في الفرمة بتاعتي، اي نوع فرمة عندك بقى تحطي فيها، فرم كبيرة فرم صغيرة براحتك. انا هحطه في الفرمة بتاعتي بالشكل ده، بالشكل ده كده. وهيكون كمان عندي فرمة صغيرة هنشوفها مع بعض. دي فورمة كمان، لو حابة تعملي فورم صغيرة اي نوع عندك هملاها. بعد كده هدخلهم التلاجة لمدة 6 ساعات، ما يقلوش عن كده، هيكون اتماسك معايا كويس قوي. اقل من كده مش هيبقى متماسك معايا، وهتيجي تقلبيه هتلاقيه خفيف قوي معاكي ومش مظبوط، ومش هيكون واقف متماسك كده. هنا خلاص بعد 6 ساعات انا طلعته من التلاجة بالشكل ده، مجرد ما احط ايدي عليه ما ايدي ما تلزقش فيه وتطلع نظيفة بالشكل ده، هعرف ان هو كده بقى مظبوط. بعد كده هقلبه في الصينية بتاعتي، وطبعا هو متلج مستحيل هيتقلب معايا بسهولة. هعمل ايه؟ هجيب فوطة مبلولة مية مغلية، هعمل لها زي كمادات مية دافية كده سخنة، مفيش ثواني هبص الاقي اتقلب معايا وبقى مظبوط. هحاول اجرب كده ولقيته خلاص، هشيل بقى الفوطة بتاعتي، شيل الفورمة بتاعتي. شايفين الجمال؟ يعين عليه ده، وبيتهز بقى والشغل عالي ومفيش بعد كده، بجد تحفة. شايفين؟ طبعا هو لو خفيف معاك وما تمسكش كويس وقعد المدة المظبوطة في التلاجة مستحيل هيبقى بالشكل ده. هنا كمان الفورمة الصغيرة بتاعتي عملت لها نفس البخار بالفوطة، وكمان قلبتها بالشكل ده. شايفين؟ بجد تحفة. تعالوا كده ندوق مع بعض، نشوف القوام بتاعه. شايفين كمان طعمه جميل في منتهى الروعة، بجد طعمه حلو قوي. شايفين؟ دول لو انت اول مرة تدخل القناة، انزل اعملي سبسكرايب وفعل الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد.